ينضم إلينا هاتفيا السيد فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني، ينضم إلينا من القاهرة. أستاذ فادي أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك، صباح النور. صباح الخير يا فندم. كيف تستطيع لبنان كما صرح السيد دولة رئيس الوزراء سعد الحريري الاستفادة من التجربة المصرية اقتصاديا لتعود الفائدة على المواطن اللبناني وأسرته كما صرح دولة رئيس الوزراء؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها سعد الحريري في هذا الاتجاه، خصوصا بالنسبة لما يتعلق بالتجربة المصرية، لأنه شأن أم أبينا ورغم كل التشويش الإعلامي أثبتت القيادة المصرية قدرتها على التعامل مع الصعوبات التي تواجه ليس فقط الدولة المصرية بل حتى المواطن المصري. وبالتالي فإن لبنان يحتاج لخطوات وقدرات اقتصادية وخطوات اقتصادية تعالج الوضع المتآكل الداخلي يعني نفس الأمر الذي جرى في مصر من ناحية التدابير الاقتصادية العاجلة، وقف الهدر، وقف المحسوبيات، المشاريع الجديدة، فتح مجالات الاستثمار للمستثمرين الأجانب. يعني يوجد رزمة كاملة من الممكن أن يستفيد منها لبنان من خلال مصر، بالإضافة إلى التقديمات الكبيرة التي من الممكن أن تقدمها مصر على الأقل بالنسبة لما يتعلق بالكهرباء وتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وإيجاد يعني حتى فرص العمل. يوجد العديد من الشركات المصرية أو الشركات المصرية اللبنانية التي من الممكن أن تفتح آفاق جديدة في لبنان لتشغيل الشباب اللبناني العاطل عن العمل. على الجانب الآخر سيد فادي، هناك المنتدى الخاص بالاقتصاد العربي، منتدى الاقتصاد العربي في الدورة 27 والذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت، كيف تستطيع الدول العربية تحقيق تكامل اقتصادي من خلال هذا المنتدى ومن خلال لقاءات الزعماء العرب؟ يعني كما يقال دعنا نضع النقاط على الحروف. ربما يكون كل الكلام الذي سيجري الآن مجرد حبر على ورق بانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. رأس المال جبان، معروف بطبعه أنه جبان، يحتاج إلى الأمن والأمان، وهذا من الممكن أن يتم في المرحلة المقبلة من خلال توافق عربي أصلا على تهدئة الأوضاع في المنطقة للسير في المشاريع المشتركة. يوجد العديد من المشاريع المشتركة التي من الممكن أن تتم في المنطقة العربية، ربما يكون مشروع الربط الكهربائي، ربط سكك الحديد، هي من المشاريع الأساسية التي من الممكن أن يتم من خلالها الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستثمارات المشتركة. يوجد أرض خصبة في المنطقة العربية لمشاريع جديدة خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة، يعني ويوجد كوادر تنتظر الفرص الحقيقية لتبرز قدراتها في هذه المجالات. السيد فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. عرضا عن طبيعة العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 643 مليون دولار في العام 2018. نتابع.